أجواء احتفالية في مدرجات برج العرب لجمهور الأهلي بعد فوز الأهلي على المصري بنتيجة 1-0 وتعادل الزمالك وبيراميدز بنتيجة 1-1. خلينا أكلمكم على أجواء اللقاء اللي بدأ جمهور الأهلي يكون فيه استقبال خاص النهاردة لأفشة اللي هتفوا له بشكل كبير جدا وحيوه قبل انطلاق المباراة، وبدأوا يهتفوا بشكل كبير وبشكل قوي لعريس الأهلي وهو مروان عطية اللي بدأوا يهتفوا له. العريس أهو بدأ على طول مروان عطية توجه عشان يحيي جمهور الأهلي. لاعيبة الأهلي بتبدأ تقف مع أكتر من حد من أطفال الكور أو من حاملين الكور كده، يعني أحد الأشخاص أو أحد الأطفال كان جايب تيشيرت خاص بيه وبيخلي أكتر من حد من لاعيبة الأهلي النهارده يوقعوا له عليه. لاعيبة الأهلي حريصين قبل انطلاق المباراة اللي هم يروحوا ويسلموا على الكابتن علي ماهر. بدأ يتوجه له محمد عبد المنعم وبدأ أكتر من حد يعني من لاعيبة الأهلي، عمر كمال ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وكريم فؤاد وأكتر من حد من لاعيبة الأهلي بدأوا يروحوا عشان يسلموا على الكابتن علي ماهر النهارده قبل انطلاق المباراة. لكن النهارده لحظة السلامات بقى بدأ مستر كولر هو اللي يعتذر لكابتن علي ماهر ويقول له يعني اللي هو عنده برد. مستر كولر لابس الجاكيت النهارده الكل كان مستغرب، لكن الراجل وقت السلامات بدا يقول اللي هو عنده برد وما بداش يسلم او بدا يسلم بقبضته كده مش بكف ايديه. لكن خليني اقول لكم بقى ان الكابتن علي ماهر من اللحظات الاولى النهارده هو بيزعق لاعيبته وبيطالبهم بالتركيز على طول قدام الاهلي، تعليمات مستمره من الكابتن علي ماهر على الخطوط وحديث مستمر على دكه الاهلي ما بين كهربا وبين مروان عطيه اللي بيدخلوا مع بعض في حديث مستمر وبيبداوا يتناقشوا في اكتر من كره كده اثناء تواجدهم على الدكه. كابتن علي ماهر برده النهارده بيعترض وبيقف بيزعق اكتر من مره كده وبيعترض على اكتر من قرار من قرارات حكم اللقاء، وبدا يقف وبدا يتكلم مع حكم اللقاء النهارده اكتر من مره. لكن دكه الاهلي بتعتمد على طول في كل كره كده بتشك فيها بتبدا ترجع للفار وبيبدا على طول مستر كولر يروح او للايباد اللي قدامهم على طريقه الفار كده وبيبدا مستر كولر يرجع للايباد هو كمان ويبص مع مساعدي على الدكه في كل كوره اثناء المباراه. جمهور الاهلي طبعا بيشعل الاجواء النهارده بيهتفوا كتير وبيدعموا لاعبتهم وما بيوقفوش دعم في المباراه من اول اللقاء لحد اخر اللقاء. الجمهور المصري حضوره ضعيف النهارده وأداؤه برضو في الملعب ضعيف، ما كانش فيه هتاف وما كانش فيه دعم كتير من جمهور المصري لعبتهم النهاردة. لكن خليني أقول لكم طبعا الأجواء أول لما انتهى الشوط الأول على طول مصطفى شوبير بيتوجه عشان يصافح الشناوي. الشوط الثاني بقى لقطة مميزة ولقطة محترمة جدا جدا من عمر كمال اللي بأول يعني بعد ما انطلق الشوط الثاني كده بربع ساعة بدأ عمر كمال يؤدي صلاة العشاء على الدكة كده أو بجوار دكة الأهلي أثناء يعني الشوط الثاني. الشوط الثاني طبعا واضح الانفعالات وواضح التفاعلات على لعيبة الأهلي اللي أكتر من مرة بتقف أثناء إجرام للعمليات الإحماء وبتفاعلهم مع أكتر من كرة. لكن طبعا الأجواء اتغيرت خالص أول لما جه هدف وسام أبو علي النهاردة اللي احتفل فيه بشكل كبير جدا، وبدأ وسام يصرخ صرخة قوية كده في أرضية الملعب ويحتفل بشكل كبير جدا وبدأ يكون فيه وصلة يعني احتفال خاص ما بينه وما بين إمام عاشور. السعادة واضحة على كل لعيبة الأهلي اللي واقفة وبتهني بعض طبعا بالهدف، والكل بيروح لوسام أبو علي عشان يهنيه، وسام بيروح وبيبدأ يقف بقى ويحتفل كده ويشاور للجمهور. والسعادة طبعا واضحة على احتفالات الدكة، واضحة كل لعيبة الأهلي وكل بدلاء الأهلي بيحتفلوا وواضح عليهم طبعا السعادة الكبيرة جدا، الكل سعيد. وسام بيحاول كده يدعم كل لعيبة وبيحاول يحمسهم بعد هدفه أثناء رجوعه لمنطقة نص الملعب. أول تغييرات النهاردة لما بدأ وسام يتغير بدأ يتوجه ويتكلم مع مستر كولر عشان يقول له على حاجة، لأنه كان واضح اللي هو يعني بيعاني من شد كده في الأمامية، وبدأ يتكلم معاه وبدأ يتكلم مع مستر كولر. وبدأ كابتن خالد بيبو كده أثناء توجه وسام أبو علي للدكة يهزر ويضحك معاه، ولما قعد وسام أبو علي راح له طبيب الفريق أو قبل ما يقعد كمان بدأ يطمن عليه، وبعدين راح له طبيب الفريق تاني عشان يطمن عليه، وحديث بقى خاص وحديث يعني ثنائي كده ما بين وسام أبو علي وما بين حسين الشحات اللي خرجوا مع بعض النهارده واللي بدأوا يتكلموا مع بعض وبدأوا يتناقشوا في أكتر من كرة النهارده على الدكة أثناء تواجدهم. وبعد تأخيرهم على طول بدأوا يدخلوا مع بعض في وصلة حوار. لكن خليني أقول لكم إن إمام عاشور هو كمان النهارده أول لما اتغير مستر كولر في لقطة مميزة منه كده ويعني مسكية منه بدأ ياخد إمام وبدأ يحضنه أثناء خروجه، وبدأ يعني إمام يقول له مفيش حاجة وبدأ على طول يروح بقى عشان يصافح كل دكة الأهلي. وفي اللحظات ديت بعد انتهاءه من مصافحة دكة الأهلي بدأ كل جمهور الأهلي المتواجد في المدرجات يهتف لإمام عاشور بشكل كبير جدا ويحييه، ده اللي خلى إمام توجه لهم وبدأ يشكرهم طبعا على هتافهم ليه اللحظات الأخيرة في المباراة. كل دكة المصري بتتفاعل مع كل كرة كده في اللحظات الأخيرة. الكابتن علي ماهر
بيقوم وبيزعق كتير جدا النهارده لعبته وبينادي عليهم كده بالاسم وبيبدا اكتر من مره واكتر من كره كده يزعق لعبته في عمليات يعني تغطيتهم على لعيبه الاهلي. وده اللي بيعمله الكابتن سامي قمصان اللي في اكتر من كره النهارده بدا يقوم وبدا ينادي على الشناوي ويقول له خلي الحيطه في لاعب واحد بس اللي واقف على الحيطه والكل يرجع عشان يغطي لعيبه المصري في اللعب جوه منطقه الجزاء. مستر كولر النهارده بينادي على كريم فؤاد كده في احدى الكور وبيقول له يعني طلع الكره لقدام ومش عايزك يعني تحتفظ بالكره ورا. كل المديرين الفنيين بيستغلوا كده على طول كل توقف عشان يتكلموا مع لاعبتهم وعشان يحمسوهم اكتر واكتر. لكن خلوا لكم طبعا اللوام الاول يعني لما انتهى اللقاء النهارده سعاده بقى واضحه على كل لعيبه الاهلي اللي بيبدا على طول حسين الشحات يقول الحمد لله وبيبدا كل اللعيبه بقى تروح وتسلم على بعض ويظهر عليهم السعاده. الشناوي بيجمع اللعيبه كده وبيبدا يسلم عليهم ويحضرهم كلهم في ارضيه الملعب وبيبدا جمهور الاهلي بقى ينادي على اللعيبه عشان يتوجهوا له كده وعشان يحييهم وحوار وحضن وحديث خاص ما بين وسام ابو علي وما بين خالد بيبو النهارده بعد نهايه المباراه بيبدا يقف معاه وبيبدا يدخل معاه في وسط حوار كده وسط حديث ما بين الاثنين. هتاف طبعا من كل جمهور الاهلي لكل اللاعبين اللي بيبداوا يسقفوا لهم كده وبيبداوا يحييهم النهارده. بنقول لكل لعيبه الاهلي وكل مسؤولي الاهلي وكل جمهور الاهلي مليون مبروك على الانتصار الغالي والكبير اللي بيحققوه على المصري بنتيجه 1-0 وتصدر الاهلي لجدول التدريب او جدول الدوري كده دوري نايل واللي بيعم احتفالات بقى جمهور الاهلي في المدرجات بعد التصدر الاهلي النهارده.